شو هاد صاير طبخكن مدهين؟ لا تكونوا عم تكتروا اللحمة والسمنة بالأكل، هذا الشي بضر بالصحة كتير طبعاً، والمعجنات ممنوعة بالبيت. بس نعمت خانم بتحبهم وزياد بيك بحبهم كتير. أنا عم فكر بصحة الكل ومصلحتهم، بعدين مرت عمي داخت ووقعت لأنه نزل ضغطة، ما فكرتوا بهالشي؟ لازم تطبخوا أكلات صحية أكتر، كتروا الخضرة مثل الجزر والأرنبيط، بس اسلقوه على البخار مشان الفيتامينات يضلوا فيهم. شكراً خانم، أنت عم تعملي ريجيم مو هيك؟ شو هالحكي؟ أنا مالي محتاجة لريجيم. بصراحة بيكون أحسن لجسمك إذا بتخسري 5 كيلو. لا خالتي، بدها شي 8 كيلو برياحة. أسيل؟ غصون؟ أنا ما عم بعمل ريجيم، خلصنا بقى. معناتها دوقيلي هدول، عملتن مثل ما بتحبيهن، لساتن سخنين. مو جاي عبالي هلأ. يعطيكن العافية. شو بتريدي؟ زياد بيك خبرني انه نعمت خانم حابه تاكل. انا رح جهز للاكل. ماشي. شو اخبارك؟ منيحه. هلا انت عم تعملي ريجيم مو؟ لا، لشو؟ بصراحه حاسستك نحفانه زياده. لازم تسمني حبيبتي، شوفي جسمك مثلا، ليكي وزني مثالي وحلو. صحة وهنا. مثل ما قلت لك، يمكن هذا الولد يطلع ابنك انت، وقتها بتكوني حطيتي عمران بيك على الفاضي بهيك موقف. هذا غير انك بتكوني عملتي مشاكل بالبيت عندك. حكيك صح. هلا انت حاولي تهدي حالك، على القليلة اليوم اصحك حدا يعرف شو رح تعملي، حتى روحي واعتذري. عمران عم يتصل. ردي وحاولي تتصالحي معه. ايه عمران. الو ديما، انت منيحة؟ ايه احسن شوي. انت وينك هلا؟ انا برا عم شم شوية هواء. عمران، ما بدي تتضايق، هالفترة اعصابي تعبانة كتير، وهالمرة زودتها كتير عليك. انا بعرف، بترجاك تسامحني. طيب حبيبتي، ولا يهمك، كلياتنا متوترين بهالكم يوم، وانا جرحتك. بسيطة، خلينا ننسى اللي صار. انت وينك هلا لاجي اخدك؟ ما في لزوم، رايحة على البيت بعد شوي، بدي احكي مع مرت عمي واعتذر على اللي عملته. ما تتعطل عن شغلك، بشوفك المساء. طيب، معناتها المساء بنطلع مشوار. ماشي، منروح. بشوفك. ألو ليلي. أمي ابني. قلبي مانو مطمن، شغل بالي عليك كتير، أنت منيح؟ إيه منيح،
حكيت مع ديما من شوي وجاي لعندكم، قال طلعت تشم هوا. ايه انا اول ما ترجع على البيت بحكي معها. طيب بعدين يا ربي ريح لها بالها بقى، دخيلك يا رب ريح لها بالها. تفضلي. خلص معناها اتفقنا، تصرفي كأنه ما صار شيء لبين ما تسافري على قبرص. بكرة الصبح بتسافري بتشوفي الدكتور وبتعرفي منه الحقيقة. وهو هيك أمينة من بكرة الصبح. وبتفهمي عمران بيك انك مسافره بالشغل على انقره، شو رايك؟ طيب اتصل فيكي شاهين؟ لا ما اتصل، ان شاء الله ما يكون في مشاكل. بيدبر حاله، انت لا تاكلي همه. يلا تفضل. رفيف لك ليش طلعتيهم انت بنتي؟ يا ريتك خليتي حدا يحملهم عنك. حبيت جيب الاكل بايدي. عدي لشوف. متضايقة من شي بنتي؟ لا يا خانم انا منيحة. طيب انت امتى رايحة على المستشفى؟ بعد شوي بدي اطلع. نزلي اكيد هلا بتكون مشتاقه لي كثير. شفتي شلون باذن الله تحسنت ورجعت مثل قبل؟ بنشكر الله بفضل حضرتك. وهلا مو ناقصني شيء غير رجعت امي. ان شاء الله بنتي. نعمت خانم، المحامي قال لي بتقدر تطلع اذا في حدا بيكفلا، يعني بجوز حضرتك تكوني سمعتي بهيك شيء؟ لا لا شو هالحكي، بس أنا سألته للمحامي وقال لي ما فينا نعمل شي للمخلوقة. طيب وبرأيك إمتى بتطلع؟ عم نعمل كل شي بيطلع بإيدنا يا بنتي، إن شاء الله بأقرب وقت بتطلع. حكيتي أنت وديما اليوم؟ اليوم ما حكيت معها أبداً. خير صاير شي؟ ولا شي، مجرد سؤال. يعني رجعنا لقصة انجلترا ولندن، نسالي الدرس بقى. بعدين بيقلعوني من الجامعة خالي. ايه ما في مشكلة، هن الخسرانين. وشو بدك بالدراسة؟ عم تشتغل وعين الله عليك. والله خالي أنا تعبت كتير وما بدي تعبي يروح على الفاضي. ايه ماشي، اعمل شو ما بدك. طيب وشو من شان حبك كرام؟ مو معروف شو آخرة هالحب. كيف يعني مو معروف؟ مو على أساس حابة للبنت؟ كأنه مو حاسة بشي اتجاهي، ما قدرت آخذ منه جواب. شو فيني أعمل خالي؟ قديش طلعت على نياتك؟ رحت وتبرعت بدمك كرمال أختها، ولما صار الوقت لتتقرب منها عوب بدك تسافر على لندن. ما عطيتها دمي، عطيتها قلبي. هذا هو الحب يا ابني، برافو. ايه بدك تودعها ما هيك؟ يا ريت لاقي طريقة أقدر شوفها وودعها، بس ما في. يعقوب رح يحضر لك مفاجأة حلوة. المسا منطلع من سهر. لوين بدنا نروح؟ نو 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 نو، اللي لازم تسأله مين يلي بده يروح. راي حالة هنيك رفيف. رفيف رح تروح؟ ايه أكيد. مستحيل هالشي. بوسبل بوسبل. اتصلتي بدكتورة ديما خانو؟ اتصلت عمران بيك وقالوا اليوم الدكتورة مشغولة كتير. طيب ماشي. الغي مواعيدك المساء، طالعين نسهر سوا. شو المناسبة؟ أنا نسيان شي؟ كرم بده يسافر اليوم. كيف صرتي اليوم حبيبتي؟ منيحة أختي، بس مكان القطب هو اللي عم يوجعني. بيروح إن شاء الله
ورح تتحسني. شو هاد؟ افتحي يلا. عمران بيك هو اللي بعته، عمو خليل جابه اليوم. حلو كتير ما هيك؟ حلو كتير، حلو. لما أطلع من المستشفى حابة إني ألبسه، ورح جيب له سكربينة تناسبه. بصراحة كنت حابة جيب لك فستان مثله، بس ما لقيت من هالموديل. مو مشكلة أختي، وهاد بجنن، حتى لونه كتير حلو. برأيي هذا القرار الصح كرم، مستقبلك كله بهالشهادة. شو يا خالي؟ مبين مو زعلان على روحتي بنوب؟ رح ترتاح مني ما هيك؟ أكتر واحد بالعيلة أزعر بده يسافر. ولك شو هالحكي ولا؟ معقول ما اشتقلك؟ مع أنك أزعر بس نحن تعودنا عليك. أنا أكتر واحد رح يشتقلك، كنا ثنائي رائع ما حدا قدر ينافسنا، وعملنا شغل بجنن. وهلأ اسمح لنا، نحن رح نطلع بكير اليوم، وانت حاول ما تتأخر. ماشي يا أخي. حضر لي حالك للسهرة، وخبر ديما خلينا ننبسط شوي مع كرم، رح تكون سهرة بتجنن. لما أطلع رح نقعد بنفس الغرفة، ما هيك أختي؟ إيه طبعاً حبيبتي، رح نضل مع بعض وتختك جاهز. أختي حكيلي عن الجماعة، يعني اللي قاعدين بالقصر، أنا حابة أتعرف على الكل هنيك. الجماعة مناح. طيب عمران بيك؟ عمران بيك شوي مختلف. كيف يعني أختي؟ قولي. قاسي وقوي، بتحسي بعيد، ما بيحب يقرب على حدا أبداً. وقت بتشوفي بتتعرفي عليه وبتفهمي، بتتغير نظرتك. إيه بس أنا ما فهمت شي أبداً. ولا يهمك، أنا كمان مالي فهماني على حالي، بس الزلمة منيح. طيب ومرته؟ هي كمان منيحة؟ وهي رايقة. مو مصدقة إمتى أتعرف على الكل. حبيبتي أنا صار لازم أمشي، بدي روح شوف أمي كمان. رايحة لعند أمي؟ إيه؟ عن جد عم تحكي؟ وأنا كمان اشتقت لها، يا ريت فيني روح شوفها مثلك. هانت يا روحي، أنت عم تطيبي، وأمي إن شاء الله رح تطلع من هونيك، ورح نرجع نعيش كلياتنا. سلمي كتير على أمي، كمان بوصيلي إياها. طيب يا عمري، وأنا برجع مرة تانية. خذي راحتك. الو امينه، مرحبا. بتعرفي انه ديما زارت الدكتوره امبارح؟ ايه انا بعرف. لما رجعت كانت متضايقه، وكانت عم تخبص بالحكي، واتهمتنا وقالت الولد مو ابنها. عمران بيك، امبارح ديما شكت انها حامل وراحت على الدكتوره. قلتي حامل؟ ايه، كانت مفكره حالها حامل بس طلعت غلطانه. هالوضع بيتكرر عند النسوان اللي مثل ديما، اسمه الحمل الكاذب. بتكون أعراض الحمل واضحة، بس الحمل بهيك حالة بيكون وهمي مو حقيقي. مفهوم. عمران بيك لهيك كانت أعصابها تعبانة مبارح، بس اليوم أنا حكيت معها وهلأ اتحسنت. أنت لا تاكل هم. طيب ماشي، شكراً لك.
ألو، نعم أمينة. حبيبتي ديما، عمران بيك اتصل. ليش؟ شو بده؟ مبين عليه قلقان عليك. سألني عن الدكتورة كمان، بس أنا فهمته شو القصة. روحي أنت على البيت هلأ، بعدين منحكي. طيب حبيبتي، رح روح. خير أمينة؟ الظاهر إنه في مشكلة، حدا مضايقك؟ لا أنا منيحة، ما في شيء أبداً. بالمناسبة أنا بتشكرك كثير على اللي عملته، بقيت عند مسعود بيك ودرت بالك عليه وإجيت معي وحملت الأغراض. لك معقول هذا الحكي يا أمينة؟ بس متأكدة إنه ما في شيء؟ يعني إذا صاير شيء قولي لي، يمكن أقدر ساعدكم. شكراً، ما في شيء، أنا منيحة. ديما خانم رح تجي اليوم؟ لا، ليش؟ بدي روح أغسل السيارة، مشان إذا أجت وما لقتني، يعني مو حلوة. اليوم في عنده شغل وما رح تجي، وبس تخلص رح تروح على بيتها. ايه؟ ما فهمت انت من وين طلعت بقصة السفرة على لندن. ما رح طول امي صدقيني، بس خلص موادي دغري برجع. انت هيك بتقول كرم بيك، بعد ما حضرتك تطلع لحنا منقعد من عد الساعات هون. بوعدك اتصل فيكي كل يوم، اذا بدك منحكي مع بعض صوت وصورة. تيتا كمان بتحب تحكي صوت وصورة، ما هيك؟ ايه معك حق ابني، المهم انت اتصل فينا مثل ما بدك، انا دقه قديمه وما بفهم بقصه الصوت والصوره تبعكم. بعدين انا بزعل لما اشوف وشك وانت بعيد عني. لا لا تزعلي يا امي، وقت اللي بدك نركب طياره ونروح نغير جو عنده. فكره حلوه كتير، يا ريت تاخذنا يعقوب، بيقولوا هنيك في محلات تياب كتير حلوه. تكرم عينك، بحجة كرم مرت خالي بتطلع سياحه. تعا معي لشوف، خلينا نحكي شوي مع بعض. ايوه كبير العيله بده يحكي معي على انفراد. شو في جدي؟ تعال شوف. تعا اوف اوف اوف. الو الو، مين معي؟ ممكن تحكي لو سمحت؟ اذا ما رديت انا رح اشتكي عليك. مين هدول بنتي؟ ما بعرف امي، بيتصلوا وما حدا بيحكي. يا الله دخيلك، هذا شي واحد مجنون. شو هالحكي بنتي؟ مو طالع رقم؟ لا مو طالع. انت كمان ما نسيتيني حبيبتي. خلاص ما ضل شي مريم، رح نكون لبعض. هانت الوقت بيمشي وما منحس فيه كرم. لسه مبارح كنت عم تركض وتلعب بهالحديقة، تتذكر لما كنت صغير يبست راسك إلا بدك يانا نلعب غميضة؟ صرت تبكي بنصاص الليالي ونحنا طلعنا لحتى نسكتك. العيلة كلها لعبت معك غميضة لترضى. وقتا انبسطنا كتير، كنت تدلني على مكان الكلب السر لما يصير دوري. أنا دائماً بعمل اللازم كرمال سعادتك يا كرم. شكراً جدي، مع أنك غشيت شوي بس مو مشكلة ابنه. حتى لو غشيت أنا مو ندمان أبداً أبداً، لأنه سعادتك أنت هي أهم من كل شيء. حتى لو الطريقة غلط، خاطر وبعملها كرمالك. صدقني بعرف، انت مكانتك عندي مختلفة عن الكل. يعني بيقولوا انه الحفيد اغلى من الولد، وانت هيك عندي. جدي رح تبكيني انت وعم تحكي هيك. قلي لتكون تفرجت على فيلم ابيض واسود اليوم. والله بهالايام دائما عقلي لحاله بيرجع للماضي. وصلنا لعمر الانسان لما بيخطر ما بقى يفكر بمستقبله، بيصير يستنى نهايته. لا تقول هيك جدي، لسه فيك البركة. اسمع كرم، أنا ما كنت جدك وبس يا ابني، كنت كمان أبوك. حاولت عوضك عن الأب قد ما بقدر. أنت ما قصرت جدي، كنت جنبي دائما. نحن الحمد لله ما نقصنا عليك شي بنوب. انت ما في منك يا جدي، انت
مستحيل تزعل مني، ما هيك كرام؟ جدي شو عم تقول؟ طبعاً ما بزعل. يعني أنت مبسوط ومرتاح ما هيك؟ مبسوط لأني بيناتكم. تعا خليني شم ريحتك منيح. حفيدي الأول أنت، حفيدي الغالي. أمي حبيبتي، يا عمري يا عيوني أنت، أنا جرحتك بالحكي يا بنتي، صدقيني هذا من خوفي عليك، سامحيني دخيلك يا روحي. أمي أنا ما زعلت منك أبدا. يا روحي أنت إن شاء الله بتصيري أم وبتفهميني، وأكيد رح تخافي على أولادك مثلي، وإن شاء الله بيجي يوم يتصلح فيه كل شيء ونرجع مثل الأول وننسى هالأيام السودة هاي. أنتي سندي بهالحياة يا بنتي الغالية، أنتي بتضلي نور عيوني. أنتي كمان أمي، أنتي سندي بهالحياة. أنا ظلمتك كتير وما سمعت منك، هالملعون اللي اسمه محمود ضحك علي. مو هو السبب بكل شي عم نعيشه أصلا، بس أنتي أوعك تزعلي مني، أنا ما بتحمل. يا حبيبتي أنتي قليلي وين نازلي؟ نظلي منيحة وهلأ بالمدرسة. بلشت بدروسها؟ بلشت، لو بتشوفيها عم تتعب بدراسة كتير. أنا اللي بعرفها قديش شاطرة وبتدرس. يلا يا جماعة خلاص بكفي، يلا سلطاني خانم. أمي قوليلي محتاجة شي؟ بنوب يا روحي، أنا بكفيني تكونوا بخير. خلاص أنتي ولا يهمك، بس بدي ديري بالك على حالك. رجعي زوريني مرة تانية وجيبي معك نزلي. بوعدك إنه جيبها، لا تخافي. أنا كتير بحبكم. ونحن كمان. شكلك رايق اليوم. كيف ما بدك تكون رايق؟ الشغل ممتاز بالشركة وأمور البيت منيحة، شو بدي أكتر؟ صار لازم نفكر بحالنا شوي حبيبتي. هلأ شو رأيك نطلع أنا وإنتي نغير جو؟ موافقة يا عقوب، منطير منروح سوا على لندن مثلا، ومن هونيك منروح على أمريكا. إنتي بس أمري وأنا باخدك على الأمر. وكرم كمان بيفرح بلا ما يضل هونيك لحاله. طبعا أنا وكرم صايرين رفقة كتير وما منخبي شي عن بعض. فكرته قريب من عمران هالكم يوم، تفاجأت. لك هذا عمران ما بيفهم شي، ما بيساعده لكرم، كل اللي على لسانه مصاري وشغل. تعا روح، وبالنهاية كرم في عنده طاقة. بعدين انت بتعرفي انه كرم عشقان؟ كرم؟ ايه طبعا. مين هي اللي عشقانة؟ رفيف. أهلين رفيق. أهلين فيك. قلي لي في شي مضايقك؟ بنوم أنا منيحة. شو هالسؤال هادي اللي عم بيسأله؟ أمك من جهة وأختك. خلص روقي حبيبتي، كل شي بيرجع مثل ما كان. شكرا، أنا بدي أطلع على أوضتي. لحظة رفيف، إذا بتحبي تشكي همك أنا موجودة، نحكي مشاكلنا لبعض ونتسلى. ماشي؟ يسلم، بالإذن. برأيك كرم ورفيف لابقين لبعض؟ وليش عم تسألي؟ يعني كرم شاب مثل الوردة،
ورفيف ضياعجية. عأساس أنت من باريس بهالسرعة نسيتي أصلك؟ إيه بس أنا طورت كتير من حالي يعقوب، هاد الفرق اللي بيناتنا. إيه وهي فيها تساوي هيك، ما أنا هالمشكلة. هيك قصة ما بتزبط مع حي الله وحدة حبيبي. أنا قدرت طور حالي بس حافظت على أصولي، يعني فيك تقول إنه أنا هلأ جامعة كل الحضارات مع بعضها. والله ما حدا بيطلع له معك يا شكران. اليوم المسا طالعين نسهر. شو المناسبة لحتى بدك تسهرني؟ بمناسبة توديع كرم اتفقت أنا وعمران نطلع نسهر كلنا سوا، ورفيف رح تجي. كيف يعني؟ لا تكون أنت اللي عم بتزبط الأمور بيناتو. لا بس نحن لازم نوقف جنبه شكران لتشوفي قديشني أنا رومانسي. أنا اللي بعرف. إيه أنت بالأول اقنعي رفيف ولبسيها لبس حلو كتير ومرتب لتصير أميرة كتير حلوة، أول ما يشوف هالولد يوقع من طوله. كيف رح طالع أميرة حلوة بقى؟ شكراً. أمي وجعتني رجلي. كأنه زايد وزنك. مرت عمي ممكن نحكي بخصوص اللي صار معنا؟ طبعا. اليوم أنا غلطت بالحكي معك بس صدقيني أعصابي تعبانة كتير، بعدين أنا ما بحب زعلك أبدا، مو بقصدي بعتذر. خلص ولا يهمك بنتي، انتي وضعك صعب وهيك شغلات بتصير بالعيلة. مو زعلانة مني؟ نوب. بهيك ظروف لازم نفهم بعض، وشو ما صار ما بنزعل وبننهر، لأنه بهذا الوضع أحياناً ممكن نفقد أعصابنا بنتي. ابني لسه لهلا عم تدرس؟ شو اعمل امي؟ لازم ادرس منيح. لبين ما تاكل رح اخذ استراحة 5 دقايق. امي؟ عم تسأليني اذا عم ادرس لهلا؟ ايه طبعا بدي ادرس كرمال خلصك وترتاحي من كل هالشغل باسرع وقت وتشتغلي بس ببيتك. يا روحي أنا منيحة منشكر الله وماني تعبانة بنوب، بس طبعاً ناظرة لشوف حالي بإني أمه للمهندس سليم. يلا قوم كل بقى. بتذكر اليوم أنت في عندك حفلة عيد ميلاد مو؟ اليوم المساء. إيه أنت رايح؟ قلت لك ماني رايح، شو لي شغل هنيك؟ ليش ابني لازم تروح تتسلم مع رفقاتك؟ امي ماني رايح. ماشي طيب. يلا حبيبي كل بقى. يلا واخيرا خلصنا من هالمعده. ايه بس مو معقول شو اخذ وقت لحتى اقدر اتجاوب. الاسئله ما كانت منيحه والله. ايه صعبه كثير كانت. صبايا تعالوا اقعدوا. لا يسلموا بدنا نقعد لحالنا. شو غليظ قال نقعد معهم. معك حق. شفت مثل ما قلت لك البنت عندها حبيب. كيف يعني عندها حبيب وما شفناه ابدا؟ والله مبين عليه غني كثير وعطول مسافر برات البلد. تعذبت كثير لاخذت الحكي من سيرين. Thank you.
من تحت راسك المخلوقة دبقتني، صار لازم كل دقيقة روح واحكي معها. اوه ايه، الف مبروك ان شاء الله، وبالحفلة المساء رح تطور علاقتك. ما لك تركني من سخافتك، ما بطيئة. حبيبك اللي ما شفناه لهلأ رح يجي اليوم المساء؟ مع الأسف مو جاي اليوم. عم تضحكي علينا ولا شو سحر؟ انت شو قصدك يعني؟ خلص لا تردي عليها. ايه شو حكينا؟ انتو بتحكوا عنه بس مو مبين اذا حقيقي ولا خيال. ابو رجع من السفر مبارح ولا هيك مو فاضي بنوم. والله حبيبتي انا ماني مضطرة اثبت لكم اي شيء، يلا خلينا نمشي. بيك واضح ما في شيء. خليل؟ ها؟ اليوم المسا حفلة عيد ميلاد رفيقة سحر. ايه؟ عزمت سليم كمان، بس هو ما بده يروح. شو اعمل أسيل؟ بصراحة هو بده يروح بس. ايه خلص يروح معناها. ايه بس ما معه مصاري ليروح. قال إنه حفلة أغنية، بيروح لو بيقدر ياخذ هدية. يعني معي وما عطيته؟ ها؟ عم نطبع عملة نحن هون؟ مو هيك بس. شو رأيك نسحب بالكرت؟ وهيك بتكون الهدية ببلاش وما بندفع شيء. ليكي ما تجننيني بهالحكي بلا ما يطلع من البيت. شو أخبارك رفيف؟ منيحة وحضرتك؟ وأنا منيحة. إلك عندي أخبار حلوة. اليوم المساء رح نطلع لبرا ونتعشى بمطعم رايق كتير، مننبسط شوي ومنرجع. شو قلتي؟ ما بعرف بس نعمة خانم ما رح تخليني أطلع. أنا بروح بقنع مرت عمي. أنت شو بدك ولا يهمك؟ هلأ بلشي حضري حالك وعلى مهلك ولبسي شي فستان مرتب وتمكياجي كمان. منرفع لك شعراتك شوي ومنعمل لك مكياج رايق. شكراً بس أنا غالباً بضل بلا مكياج. لك حبيبتي رفيف شو هاي بلا مكياج؟ معقول هالحكي؟ روحي وشوفي كيف كل النسوان مزبطة حالة. مالي رايحة إيه؟ يعني بلا ما أحرجكم. رفيف حاش تدللي علي بقى، رح نودع كرم كلياتنا سوا. بعدين معقول ما تجي بعد ما الشاب تبرع بالدم لأختك؟ ما بيصير. أنا بروح بقنع مرت عمي، لا تاكليهم ماشي؟ أمي؟ أهلين، أهلا وسهلا ابني. أهلين فيك أمي، ديما رجعت؟ ايه ليك رجعت وضطها، واول ما اجت فورا اعتذرت مني. واضح بهالفتره انه متوتره، وقت اللي راحت عند الدكتوره ما تحملت منوب. شو منعمل يا عيوني، نحن سكرنا على الموضوع وانت لا بقى تفتح السيره معها ابدا. يلا اطلع لعند لفوق وخليك جنبها. ماشي يا حبيبتي، لكن انا طالع. يلا. مستحيل. شكراً.
ما رح اسمح لرفيف تطلع من البيت لنصاص الليالي، بعدين هي مانها من العيلة بنتي. أمي نحن عاملين حفلة توديع لكرم، ولعلمك صاروا رفقات. من أيمتى صاروا رفقات يعقوب؟ لما تبرع بالدم لأختها، صاروا قراب من بعض أكثر. والبنت أكيد بتكون مالي، بتطلع وبتغير جو. يعني ليش مصرين تاخدوها؟ عن جد ماني فهمانة. مرت عمي، البنت إلها كم يوم قاعدة بالبيت، بتطلع لعند أمها على الحبس ولعند أختها بالمستشفى، بتريح أعصابها المسكينة. يلا أمي. أنا مو رضياني على طلعتها أبداً. عمي أنت شو بتقول؟ الأولاد فكروا بالبنت نعمة خانهم، تركيها تروح معهم هالمرة. طيب ماشي، بس ما بتشيلوا عينكم عنها أبداً، فهمتوا؟ البنت مو متعودة على هيك سهرات. لا تاكلي هم أمي، رفيف بأمانتي. عمران بيك ممكن نحكي؟ عادي رفيف، لازم نحكي. بدي ما تواخذيني اليوم، كنت متوتر. حضرتك لا تواخذني، ضغطت عليك. انت بعت هدية لنصي اليوم مو؟ اي نعم، خليل اللي وصلها. حلوة وعجبتها لنصي، شكرا كتير لك. تتهنى فيها. عمران بيك، أنا حابة أدفع لك حق الفستان فوراً، وما معي غير هالمبلغ. شو هالحكي رفيف؟ طبعاً حضرتك مالك بحاجة للمصاري هدون، بس أنا ما رح كون مرتاحة، فلو سمحت خدون. رفيف لو سمحتي، أنا رح أوفيك الباقي بعدين، لأني بعرف أسعار التياب اللي أخدت لياهم ديما خانو. إن شاء الله بأول معاش برجع لك حقهم. بس نحن حكينا بهالموضوع، ما فيني اسمح لك تشتغلي. رفيف ما في داعي تفكري بمستقبلك، انا ما رح اترككم ابدا. عمران بيك، انا مالي وحده من العيله، وما رح ضل على طول بهذا البيت، مو هيك؟ مو طبيعي اني ضل عايشه على كتاف حدا ابدا. اصلا بعد ما اولاد ابنكم رح اطلع من حياتكم وبلش حياه جديده مع امي واختي لحالنا. كرمال هيك لازم اوقف على رجلي وما حدا يساعدني. انا لازم اشتغل. أنا جبت هدية بسيطة لنزلي، ليش عم تكبري الموضوع رفيف؟ ما عم كبر الموضوع يا بيك، ما عم تفهم علي شو بقصد؟ هي حياتي وأنا بدي عيشها، طبيعي ما تفهمني، لأنه حضرتك ما بتعرف شو هي الحاجة ولا الفقر. أنت ما في شي تمنيته وما قدرت تملكه. مالك عرفاني شو عم تقولي، حاطة براسك شوية أفكار وما عم تقدري تغيريهم. قول لك كان يلا، تمنيت شي وما تحقق؟ ما بتعرفيني منوب، يعني معرفتك إلي سطحية. الحاجة والفقر هي شغلات أنا بعرفهم وعشتهم كمان. نحن مو دائما هيك كنا. لا تحكمي بهالسرعة. يعني رح تسمح لي أشتغل مو هيك؟ رح فكر. شكراً كتير.
مفهوم حكي. قلت بفكر. بس لحظة، نسيت هدول. خلص بلا ما نصتهم، طالما بدك توفي ديونك فخلص بتوفيني اياهم دفعة واحدة.